في حد تاني برضه واضح انه مش متابع وكالعاده هو بيركز في التفاصيل دي، كابتن رضا عبعال، نسمع تعليقه على اللقطه دي وعندنا تعقيب مهم جدا. طبعا بمسانده ومساعده ومباركه للكابتن ابراهيم نور الدين، لان دي غلطه لا تغتفر يا كابتن ابراهيم. انت طبعا عارف ان انت من الحكام الجيده جدا، بس في كرة في الملعب تاني، يعني الجون التاني في كرة في الملعب تاني. دي لو هسألك سؤال، دي لو لبيراميدز كنت هتصفر ولا هتمشيها؟ انا بسألك سؤال يا كابتن ابراهيم، لان بصراحه حرام. يعني التعادل كان كويس. كابتن رضا عبد العال حسسني ان هو بيوزع حاجه. التعادل كان كويس، يعني ما فيش حاجه اسمها التعادل كويس. النادي الاهلي خد حقه، ما فيش حاجه اسمها غلطه. حضرتك لا تدرك القانون ما تتحدثش ان هي غلطه. حضرتك وانت بتتكلم وبتقول رايك مفترض تسال. عندنا مادتين، الاولى فيما يخص دخول الكره الثانيه اللي استند عليه كل حكامنا بالاجماع لان هم ناس اكيد ادرى بالقصه دي وتحدثوا. نص القانون نقدر نستعرضه يا عماره، بنتكلم فيه لو تداخلت كره اخرى داخل المباراه فان الحكم بيستأنف بيكمل اللعبه عادي طالما هي مش في مسار الهجمه، وبتخرج الكره لو هي ما كانتش خرجت، يعني ما حدش اخرجها في اول فرصه تسمح بذلك. بس انا عندي نقطه تانية بقى يا احمد مختلفه تماما. في بعد ما القصه دي اتوضحت بشكل كامل بداوا يروحوا لحاجه مختلفه تماما، وهي فكره ابراهيم نور الدين كان مشاور ازاي؟ كان مشاور ضربه مرمى ولا كان مشاور ركله ركنيه؟ هنا في مشكله كبيره جدا وفي مغالطه الاعلام المنافس او اللي ما بيحبش الاهلي ايا كان هو مين بيروج ليها بشكل يفقدك المنطق ويحسسك بذهول صادم. الا وهو هو اصلا القرار بتاع الركنيه صح ولا غلط؟ يعني هل الحكم بتراجعه او تعديله للقرار من ضربه مرمى ان حدث، هل هو اخطا في تعديل القرار ولا عدل القرار لقرار صحيح وهو ركنيه؟ ركنيه مستحقه. هم اعترفوا انها كمان فريق اذا لما انت تبادر وتقول هي فعلا كانت ركنيه مستحقه بس الحكم كان مشاور كذا، طب ايه المشكله؟ هو عدل قراره للقرار الصحيح. تاني حاجه، هو الحكم المساعد ايه دوره؟ حاجه غريبه جدا من ادوار الحكم المساعد لقطات زي دي. لو الحكم الاساسي او الرئيسي ما شافش الكره بشكل واضح وحسب قرار مخالف والحكم المساعد كان شايفها بشكل صحيح لان زاويه الرؤيه كانت بتسمح له، من حق الحكم المساعد ان هو في الكوميونيكيشن سيستم ان هو يخطر الحكم بتغيير القرار، وده غالبا اللي حصل. لا ده مش اكيد، لان الحكم اصلا خد الكره وراح عند رايه الركنيه. يبقى ايه المخالف؟ مع الكره راح عند رايه الركنيه. ما هو ده ايه المخالف؟ ايه اللي النادي الاهلي لو نعرض نستعرض القانون كمان بتاع الفيفا فيما يخص اللائحة المنظمة لأدوار الحكم المساعد هنلاقي بشكل واضح النص مذكور بيؤكد على أن في حالة أن الحكم لم تتسنى ليه رؤية القرار إذا كانت الكرة ركنية أو ضربة مرمى، من حق الحكم المساعد أن هو يخطر الحكم الرئيسي بتغيير القرار وللحكم الرئيسي أن هو يأخذ بيها أو لا يأخذ. إذن نحن نتحدث عن حالة كل أركان إن النادي الأهلي خد حقه فيها حقيقية. يبقى فكرة الترويج للعبة وكأن الفريق الآخر ظلم فيها، ودي الحالة اللي هنقعد كل سنة نمسك حالة ويا ريتها حالة صحيحة ونقعد نتكلم فيها، ده بينم، أنا آسف مش عايز أستخدم لفظ مش جيد ولكن هستخدم لفظ مهذب نسبيا، قلة دراية. هنمشيها كل الدراية، ولكن أنا أدعي وأزعم إن اللي بيتكلموا أغلبهم عارف أصل اللعبة ولكن مجرد أكاذيب مش هنسمح بترديدها. ولو في أي مكان تاني أعتقد لازم تخجلوا من إن أنتوا بتخلوا المتلقي أمام الشاشات بيسمع كلام هو عبارة عن تزييف لحقائق بينتقص من أي حد بيقوله. أحد أنا مش الحالة دي اللي هيقف عندها. أنا لسه الآن من خطأ تحكيمي صارخ يحدث ضد الزمالك بعد ما يكون مثلا الدوري محسوم قبلها بشهرين ثلاثة. أنا قلقان من